تحية نضالية للإخوان من تكسير مجرهر مرة شكارك من أول وقفة يدكي من نارا إجل وقفة وشاغ إجل الدرس بليغ لا السلطات المحلية لا الأمن لا حتى إني خان غيت عدال الوقفة يا ما مشت سن مرة تجد بسبب نقطتين. النقطة الأولى الركولاج تكسية النظر دانا ضيخ من مونيتين بدون الحاسب ولا رقيب. النقطة الثانية النقل السري يجين رفضي حتى نتا ذوك زغنغ. السبب ديال الوقوف ديال المجمع ديال التاكسيات وهو الامن ما عندناش يعني ناقص يعني كيوقع شي مشكل ولا شي حاجه ما كاينش اللي كيوقف معنا هنا هذا هو السبب يعني الامن عندنا ناقص في زغنغن زغنغن باكماله ما كاينش فيه الامن. هذه الوقفه اللي جات من بعد واحد المجموعه ديال الاتصالات مع جميع المسؤولين المحليين سواء السلطه المحليه او الامنيه بسبب مشاكل اللي كتخبط فيها قطاع النقل بهذه المدينه كتمثل في النقل السري واللي استفحل بشكل فظيع وكذلك عدم احترام نقاط الانطلاق من طرف سيارات الاجره الصنف الاول من مختلف الانطلاقات اللي كتوافد على هذه المدينه. فمن بعد واحد المجموعه ديال الاتصالات انه ما كانت الاستجابه مع المهنيه ديال هذا القطاع بهذه المدينه جعلت انه هذه الوقفه غادي تكون كنا في اتجاه المنطقه الامنيه ديال الناظور لكن بعد تدخل المسؤولين الاقليميين انه كان اجتماع على مستوى بشويه مدينه أزغنغان اللي حضر فيه مجموعه يعني مختلف المصالح سواء الامنيه او ديال مدينه أزغنغان. فالحمد لله انه توصلنا لواحد الحل انه تعاهدوا الناس ديال الامن ولا السلطات المحليه انه يحاربوا هاد الظاهرتين اللي كانت سبب في هذه الوقفه. وكنتمناو ان شاء الله انه تكون هذا الاجتماع يعني حد لهاد الظاهره. المشكل اللي عندنا هنا عندنا مجموعه ديال المشاكل كنعانيو بها، مشكل ديال الامن، ما عندناش الامن هنا في المنطقه ديال الزنغان، اكثر ديال الشيفورات كلاو العصا من الخطافه، كان المشكل الاول العويص اللي عندنا مشكل ديال الخطافه، وعندنا المشكل ديال الريكولاج ديال الناظور. هادو جوج المشاكل اللي احتجنا بهم هنا. المشكل ديال الامن ما عندناش كاع الامن في المنطقه ديال الزغرغان كاع نهائيا ما عندناش كان شي ربعه ديال البوليس ديال سيركولاسيون. واش ربعه ديال البوليس ديال سيركولاسيون غادي يفكوا الزغرغان المنطقه ديال الزغرغان؟ واحد هذاك الربعه ما كاينينش. واحد كلير ما تلقى شي واحد في الطريق، والله ما تلقاش كاع نهائيا. في الناظور عاوتاني كتبكوا علينا القانون، فسميتو في الناظور كيحيدوا لنا البيرميت كونفيونس. وهنا سميتو في الزغرغان سميتو الناظور كيديروا كيما بغاو هنا في سميتو في الناظور. كاين يزيد تعامل ديال القطاع التاكسيات. نشكى رئيس الجمعيه ما عمل كل الاجتماعات يكلموا ممثلين يغامر البوليس القياد الدوينات ربدا تركوا القانون بقاو غنغبوا البوليس دوك زغنغان اذا غيتدخل المشاكل غنغطس المفوضه دوك زغنغان تعدو 350 تفوضه مفوضه اي المحطه غنغدايس 30 40 فوضاويا تبناهم في التاكسيات نوري فارشنانا ورا دي شيفار داخل المحطة الوان الأسباب يزين قال وقفايا وغان غاو تاني غان ريكولاج من الناظور يتيرا قوز غان غان ما مشيخص